أهلا فيكم متابعينا من جديد من قلب البيت الزجاجي لسيدتي. ضيفتنا الآن هي الفنانة والإعلامية السعودية مروة محمد، اللي وضعت لها بصمة مميزة في الإعلام وأيضا في الدراما الخليجية من خلال الأدوار اللي قامت فيها. رح نتكلم عن تفاصيل كثيرة في حياتها وكل هذا من خلال هذا اللقاء من سيدتي. هلا وسهلا فيك مروة، نورتينا. هلا بك إيمان، شكرا على الاستضافة الحلوة، شكرا على فكرة البيت الزجاجي من سيدتي. بصراحة إبداع أبدعتوا فيها، يعطيكم ألف عافية سيدتي. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك يا رب. مروة، أنت بديتي تخرجتي من الإعلام، تخصصتي بالإعلام وحبيتي الإعلام وأيضا مارستي مهنة الإعلام، كيف لقيتي، كيف كانت تجربتك مع الإعلام؟ حلوة مرة. أنا عندي شغف صحفي شوي، حبيت تقديم البرامج لأنه أنا أساساً صحفية، فلقيت أنه شيء مرة ممتع بالنسبة لي وحبيت أني أكمل فيه، لكن التمثيل سحبني وكانت فرصي أكبر في التمثيل من الإعلام. دخلت التمثيل تقريباً عام 2007 نقدر نقول، وبديتي في أول فيلم لك كان حنين، فيلم الإماراتي. فيلم لا، كان في نجمة الخليج في الإمارات، بعدين فيلم حنين، بعدين أخوات موسى. طيب. وكل هذول ما طلعوا بالنسبة لي، ما واحد فيهم، ولا واحد فيهم طلع إلا نجمة الخليج طلع في أبو دبي، وبعدين الناس عرفوني من مسلسل عمشة. من عمشة، يعني مسوي ثلاث أعمال قبل يعرفوني العالم. قبل ما أتكلم عن عمشة نتكلم شوية عن يعني أول مشهد تمثيلي كان بالنسبة لك بعد تجربة الإعلام. دخلتي التمثيل وخطي هذه التجربة الحلوة، كيف كان أول مشهد مثلتيه؟ مثل أي أحد يدخل ويمثل أول مرة، كنت مرة خايفة ومصدوم مني المخرج أنه أنا أقدم برامج ثلاث سنين أو سنتين وللحين أنا أخاف من الكاميرا. فقلت للتمثيل عالم ثاني مختلف تماما عن تقديم البرامج. البرنامج انك انت تحضرين نفسك وادواتك كلها عندك، فانت لما تقدمين برنامج ومتمكنه من ادواتك غير لما انت تمثلين وتقدمين مشهد تمثيلي. كان المخرج دحام الشمري يقول لي انا ما عمري مر علي وحده تقدم برامج وبعدين تخاف من الكاميرا اذا تبي تمثل. قلت له لما انت تشغل حواسك كلها وتقدم دور تبي تقنع الناس انك انت مو قاعد تمثل، فهذا شيء مرة صعب. دحام شمري قال لي كيف يعني، كيف أنت كلها سنين قدام الكاميرا وخايفة من مشهد تمثيلي؟ قلت له أنا ما أعرف أكون غير أنا بطبيعتي، فأنا الحين قاعدة أسوي طبيعة ما هي طبيعتي أو قاعدة أمثل شيء ما هو أنا، بالتالي أنا مو متمكنة من أدواتي أول مرة أنا أوقف أمثل. فقاعد يدربني شوي دحام، طول بال علي الله يعطيه العافية. أيوة. وجه له تحية. ولليوم أنا ما أنسى هذاك الموقف، كنت مرة قاعدة أرجف صوتي ما يطلع، الممثلين كانوا مصدومين أنه أنا صوتي يرجف وأنا أمثل. كان مؤثر يعني، كان للآن تتذكري يعني. ما أنسى. طب بعدها سلكتي ما شاء الله تبارك الله وبعدها من أول عمشة بتعماش مسكتي في البطولة. بطولة على طول. من هذا العمل أخذت بطولة جماعية، كنت مع شهد الياسين ويلدا وفاطمة عبد الرحيم. بعدين سويت أخوات موسى، كان في ناس لهم باع كثير في التمثيل قبلي، الأستاذ سمير الناصر ممثل معروف سعودي من الشرقية، وميساء مغربي، وهيفا حسين، وزهرة عرفات، ولمية طارق، كلنا إحنا أخوات. فإحنا الأربع بنات أخوات موسى اللي هو سمير الناصر. هذا العمل ما طلع، ثم سويت عمشة بنت عماش. طيب العالم عرفوني من عمشة. ايوه العالم عرفتك من عمشة بنت عماش، مسكتي فيها دور البطولة. اي عمشة انطلاقتي التمثيلية وابدعتي فيها، كيف حسيتي بالبطولة وقتها؟ كنت مرة متحمسة ومندفعة بشكل ما تتخيلين، يعني مستعدة امثل ثلاث ايام ورا بعض من غير ما انام. كان عندي انتفاع قوي وحب وشغف كبير لعالم التمثيل هذيك الايام. حلو. برأيك مروة ايش هي أهم أدوات الممثل الناجح؟
إنه يعيش الشخصية اللي قاعد يجسدها. إذا أنت تمكنت من أنك تعيش الشخصية هذه من غير ما تبين أنك أنت قاعد تمثل، سواء كانت شخصية مركبة أو شخصية بسيطة، أنك أنت تقدمها مثل ما هي بتلقائيتها وبعفويتها والناس يحبوك، فأنت تمكنت من أدواتك. طب لو تكلمنا عن المسلسلات، ما شاء الله مسلسلات كثيرة لا تعد ولا تحصى شاركتي فيها، إيش الشخصيات اللي تحسيها أقرب لقلب مروة محمد؟ شخصية في عمل قدمته على قناة قطر مع الراحل الكبير عبد العزيز جاسم، كان اسم الهنوف شخصيتي، مخرجة تلفزيونية لأفلام وثائقية، يعني كانت عايشة جو الإخراج، ووحدة يعني إنسانة عايشة بأوضاع مادية جدا كويسة، تكتشف إنه أبوها يعني ما هو غير سوي، فهنا تروح تعيش على حياة الفقر. كانت مرة شخصية ممتعة، يعني عشت فيها جانبين ممتعة وحبيتيها، يعني كانت قريبة من مرة. مروة، طب إيش هي أكثر الصعوبات اللي واجهتك في مسيرتك المهنية، خاصة أنك أنت ما اشتغلتي فقط على الصعيد المحلي، اشتغلتي على الصعيد الخليجي ما شاء الله، في قطر، في الكويت والبحرين وغيرها أيضا، إيش الصعوبات اللي واجهتك؟ شوفي، لو أقعد أقول من هنا البكرة قديش احنا مرينا بصعوبات اول ما بدينا في عالم التمثيل، ما اكون بالغت، لانه مريت باشياء كثير 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 في البدايات كانت صعبه. اولها عدم تقبل العالم، لانه في ممثله تطرح قضايا سعوديه او مثلا تتكلم عن مواضيع سعوديه. ثاني شيء، كانت نظرتهم للممثل بشكل عام نظره دونيه كمجتمع اتكلم. ثالث شيء واللي هو الأهم، كان موضوع الفلوس والأجر. إحنا في الخليج الأجور عندنا متدنية شوية مقارنة مع مصر وبلاد الشام بشكل عام. لما قلت خلاص أنا أثبت نفسي كممثلة سعودية، خليني أنطلق للخليج. لما كنت أروح للكويت أو حتى للبحرين أو الدول الثانية، كانوا يقولون إنه البطولات بس لابن البلد نفسه، فإحنا بالتالي نجاهد عشان نأخذ أعمال بطولية، والأجور كانت أقل، علما أنه أي أحد يجينا إحنا الحين في السعودية يأخذ أجور أعلى من أجورنا، وإحنا لما كنا نطلع للكويت أو نطلع للبحرين أو نطلع لقطر كنا نأخذ أجور أقل منهم كأبناء البلد. فهذه كانت أشياء مرة تغث وصراحة تحز في النفس لليوم هذا. أنا أشوف أنه إحنا لما نسافر برا نأخذ أجور أقل من أجورنا، بس لما أحد يجينا من برا إلى المملكة ويشتغل معانا يأخذ أجور أكثر من أجورنا. بالتالي احنا ما زال ما في انصاف للفن السعودي بشكل عام والممثلين السعوديين او اللي يمثلون السعوديه، عشان لا يقولون انه لا، في ناس عايشه بالسعوديه ما هي حتى ماخذه حقها، وفي مواهب كمان. طب هنا دور مين يعني العاتق على يقع على مين بهالموضوع هذا؟ على منتجينا، وانه ما في نقابه تحمينا للحين. إن شاء الله أستاذ ناصر القصبي الأيام الجاية يعوضنا الأيام الصعبة اللي عشناها، لأنه هو الحين مستلم رئيس جمعية الموهوبين والفنانين السعوديين إن شاء الله، فبالتالي راح يصير عندنا إن شاء الله نقابة وراح يصير لنا حقوق بإذن الله نقدر نطالب فيها ونحصل عليها إن شاء الله. طيب لو سألتك أهم القضايا اللي طرحتيها من وجهة نظرك، أنت إعلامية وتعرفين وش القضايا المهمة، وكممثلة أيضا وش القضايا المهمة اللي طرحتيها والقضايا اللي ودك إنك تطرحيها؟ والله كثير كثير قضايا طرحتها في البداية، خاصة أول ما بديت، يعني تكلمت عن أول شيء المرأة لما تنظلم من زوجها ومن أهلها، لما تتزوج زواج قصري عشان بحجة عدم تكافؤ النسب، لما زوجها يتعرض للظلم وينسجن هي وش ممكن تتصرف فيما بعد. تكلمت عن الفنانين، بنت حبت مخرج وكان الأهل مو متقبلين إنها ممكن تتزوج هذا المخرج. هذا العمل كان مصور في أبوظبي، اسمه أوراق من الماضي، وللحين كان يعني من قبل فترة قريبة كنت أشوفه يعرض على قناة أبوظبي، ومقاطع كثير انتشرت على التيك توك إنه المخرج أهلها ما يبون هذا المخرج. فيعني في كثير قضايا، يعني أكثر من يمكن 27 28 عمل أنا كان فيهم قضايا معينة وكبيرة.
طب بس في قضية معينة للآن ما طرحتيها موجودة في راسك ودك يوم من الأيام إنك تمثلين دي القضية وتحكي عنها؟ كل شيء طرحته. كل شيء. كل شيء. ابتداء يعني أول قضية كانت وأهم قضية في البدايات طبعاً، الحين خلاص ما عاد صارت قضية، موضوع السواقة للمرأة. هذه كانت بداياتي مع أمشة بنت عماش، وأنه مهم جداً أنها تسوق عشان تأخذ عيالها وتجيبهم، وكيف ممكن تتعرض للمشاكل السواقين. صح. ثاني قضية تكلمت عنها الورث وعدم تكافؤ النسب. ثالث قضية عن بنت أبوها يطلع تاجر مخدرات بعد ما تكتشف، هي مخرجة تلفزيون تكتشف أبوها كذا، فكيف ممكن تتصرف وش ممكن تسوي. اللي ممكن كمان مرة حلوة هذه، قضية إن بنت وصديقتها يحبون واحد، هذه كثير تصير شائعة بين البنات، تقول لصديقتها إنه أبى أروح أساعدك عشان أرجع لك زوجك، فهي تقوم تحب زوج البنت. فكل شيء طرحتي ما خليتي كل شيء تقريبا. أنا كل شيء طرحته إلا شغلتين أنا ما سويتهم، يمكن الأعمال التاريخية. انه التاريخ والاعمال العربيه التاريخيه هذه اللي ما طرحتها. بس الكوميديا وينها؟ شيء الكوميديا ايش لها نصيب وجانب في كانت ماخذه الحيز الاكبر ترى من حياتي التمثيليه. ثلاث اربع اعمال ياخذوني فيها كوميديا. عشان كذا حصلتي على جائزه يعني. حصلت على جائزه افضل فنانه كوميديا، ايوه، في عام 2017 2018 كانت، ايوه، افضل جائزه لفنانة كوميدية سعودية في مجلة سيدتي. وكمان أفضل فنانة خليجية في مهرجان المميزون في الكويت. وكمان كان في موقع خبر عاجل يكرم الفنانين الكوميديين، وكرموني كأفضل فنانة كوميدية. إيش يعني لك مروة هذه التكريمات؟ يعني كل ما قدمتي أكثر وحصلتي على تكريم، إيش يعني لك هذا الشيء؟ والله تشجيع أني أقدم الأفضل، بس مو أكثر. جميل. يعني ماني من هواة تجميع جوائز، بس انه شجعني انا اقدم شيء احلى، عرفتي؟ طب مروه، نحكي شوي بعيد عن المسلسلات والاعلام وهذه الامور، نحكي شوي عن هواياتك الثانيه. قديش بتخلي وقت لهواياتك، بيتك، لعائلتك، هذه الامور كلها؟ اول حياتي في عالم التمثيل ما كان لهم اي وقت ابدا، كانت حياتي كلها تمثيل في تمثيل، من لوكيشن للوكيشن. الحين لما كبرت شوي وصار عندي عائله ومبسوطه وسعيده فيها، فلهم الوقت الاكبر، واعطي هواياتي كمان يعني ساعه ساعتين في اليوم. ايش هواياتك اللي اكثر شيء تحبيها غير التمثيل غير الاعلام؟ شوفي، الرياضه رقم واحد، اللي يتابعني على سناب يعرف اني انا رقم واحد في الرياضه دائما، كل شيء، المباريات والانديه والاشياء كذا الخفايف، الفات بيرنر والجيم وهذه السوالف دائما متابعه اول باول، واللي متابعيني عارفين هذا الشيء. كمان احب الميوزك والرقص والغناء، هذه الاشياء اتابعها كمان. حلو. لها وقتها بس القليل مو كثير. مروه، ايش اكثر شيء بيسبب لك كذا الحزن، تكوني حزينه من قلبك؟ الله يبعد عنا الحزن، امين. الخذلان. الخذلان مره محزن، لما تحطين ثقه في شخص او في انسانه ويخذلونك، هذا اكثر شيء صعب في الحياه. مريتي بالتجربه هذه؟ اي، مريت فيها. كانت صعبه طبعا. طيب الصداقه وين من حياه مروه محمد؟ موجوده. عندي اصدقاء. والله مره مهمه الصداقه، تدرين الانسان. هذاك اليوم كنت قاعده اشوف فيديو لفتني هذا الفيديو، وقفت عنده كثير. لما الواحد يعيش حياه سعيده، معناها انه لقى اصدقاء كويسين في حياته. حلو. مو بس اهل كويسين، كمان اصدقاء كويسين، لانه هم هذول اللي يكملون سعاده الانسان. العلاقات اللي تخليك انت انسان سعيد وهبي من الداخل اثمن بكثير من كنوز الدنيا كلها. لو كان عندك فلوس كثير وانت وحيده، ما راح تحسين بالسعاده. طب مروه، تجربتك في الافلام، كيف بتقيمي تجربتك بالافلام؟ هل هي مختلفه عن المسلسلات ولا هي نفس الشيء؟ الحين انا احس الافلام تجربة عملية ومهنية أحلى وألذ وأسلس بكثير من المسلسلات. ليش؟
لأنه أنا أقعد أصور بس 15-20 يوم الفيلم وخلصه، لما أقعد أدخل مسلسل يمكن أقعد شهرين ثلاثة ما أطلع منه، فأشوف الأفلام الحين أمتع لي. طب وتجربتك في الفيلم اللي هو 90 يوم؟ 90 يوم يوم خلصتي من التمثيل للمخرج والمنتج خالد الحربي، خلصنا أنا وفيصل الزهراني إن شاء الله حيعرض قريب، راح يكون في السينما المفروض كان نخلص ويعرض شهر 11 ولكن تأخرنا شوي، فيمكن شهر 12 أو 1 إن شاء الله. إيش دورك في الفيلم؟ ليش نتكلم عن الدور؟ لا أحرق، خليهم يشوفونا بالسينما أحلى. طيب. مرة حلو 90 يوم، قصته جميلة، أول مرة الفكرة تعرض وتطرح في كل الأعمال العربية من بدت الشاشة الفضية. أوه فكرة جديدة مختلفة جداً تماماً. جداً يعني طب قربي لنا شوي غششينا. ما أقدر أغششك. تشوفينا بالسينما إن شاء الله. إن شاء الله نشوفها قريب. أيضاً لك تجربة ثانية بالبحرين، مسلسل آدم وحواء. طالعين آدم وحواء على البحرين، طالعين نصور إن شاء الله للمخرج حسين الحليبي والمنتج رزاق الموسوي، وطبعاً مدير الإنتاج الله يحفظه حسن سليمان، هذا من الناس المرة الطيبين ومدير إنتاج حقيقي، يعني هيز هيومن عرفتي، يراعي الظروف ويضبطك يعني ما يخليك ابدا تتعبين في المواعيد. بيكون في ابطال في المسلسل، ميسة مغربي ومحمد العلوي وانا، والله في كثير فنانين كلهم من الكويت والامارات، يعني هو عمل خليجي. حلو، هات تستعدين الان الفتره القادمه الحين. ايوه الحين قاعدين نقرا ونرتب وان شاء الله اخر الشهر بنطلع ان شاء الله. مروه، مين من الفنانين اللي ما مثلتي معه واللي ودك انه تمثلين معه في بطوله في ادوار معينه؟ ما يبي كلهم مثلت معاهم. قاعد اتذكر مين كلهم مثلت معاهم. ايوه لا لحظه أيوة. في اهم ثنتين في حياتي طول عمري اتمنى انه اجتمع معهم في عمل. الله يجمعني فيهم بعمل ما ضبطت. حياه الفهد وسعد العبد الله، والله يرحمه الله يرحمه عبد الحسين عبد الرضا. الله يرحمه. هذول الثلاثه يعني، بس الثنتين اللي كنت حابه اكون، لانه كثير اعمال كانت تصير يسوونها في الكويت ويصورونها وما تضبط معي، عرفتي كلموني بس اكون مرتبطه بعمل ثاني. حياه الفهد وسعد العبد الله. ان شاء الله نتمنى انه نشوفك في عمل يجمعك معهم بمشيئه الله. إن شاء الله. احنا سعيدين جدا بوجودك اليوم، نورتينا واسعدتينا. واخر كلمه لك في هذا اللقاء لمين توجهيها مروه؟ كثير والله عندي كلام. بس اول شيء سيدتي، انا مره احب مجله سيدتي وموقع سيدتي للامانه، من اول مشواري من اول يوم بديت، وكان الاستاذ وحيد جميل الله يذكره بالخير واوجه له تحيه وين ما كان، كان دائما مهتم وساعدني ودعمني اني اطلع واني اظهر بشكل كبير وحلو ومميز. فشكرا مجله سيدتي وشكرا موقع سيدتي على كل شيء تقدمونه لي. أتمنى أني دائماً أكون معاكم وما أنحرم من هذا الاهتمام والحب. شكراً لكم. أكيد يعطيك العافية وشكراً لك ولتلبيتك دعوتنا اليوم. بهذا متابعينا نكون انتهينا من حوارنا لهذا اليوم، شكراً لكم لطيب المتابعة.